Saludos, soy Adia, شوية زيت، كل البصل، وبعدين نحط رأس السمك فيه حتى يصير الرز بني. الآن نقلقل البصل السمك في شوف الأكل بعد ما صار أسود أحمر، نحط الآن بس يعطي طعم هذه الحرة، وهذه هنا على نار هادية اللي هو رؤوس السمكة، صورة شوية ذا وأنواع نكتب لكم إن شاء الله بالوصف البهارات. الموية لها نبغى نحضر الصيادية بعد ما نشوف كيف الآن تفتفت الرأس ضبط، نبغى نصفي عندنا. بعد ما نقعناه كده ربع ساعة موي فايف فرش، نحط موية السمك رأس السمك على المعيار المقاس.